السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قرآن শিক্ষার লাইভ ক্লাসে সকলকে স্বাগতম। আজকের বিশেষ দ্রষ্টব্য যে ঠান্ডা লাগার কারণে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গুন্না ঠিকমতো আদায় করা হয়নি, এই জন্য মহান আল্লাহ তাআলা এবং সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق الطلاق مرتان مرتان فإمساكم 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 بمعروف 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 أو تصريح أو تصريح بإحسان بإحسان ولا يحل لكم ولا يحل لكم ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما مما آتيتموهن إلا أن يخافا ألا يقيما ألا يقيما حدود الله حدود الله فإن خفتم ألا يقيما ألا يقيما ألا يقيما ألا يقيما حدود الله حدود الله فلا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به فيما افتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا حدود الله حدود الله فأولئك فأولئك هم الظالمون هم الظالمون فإن فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له من بعد من بعد حتى حتى تنكح تنكح زوجا زوجا غيره غيره فإن طلقها فلا جناح فلا جناح عليهما عليهما أن يتراجعا
عينا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.